يحاول المخترع ميلان طالبي تجسيد مشروع البئر البترولية المصغرة منذ عام 2013، أي منذ تاريخ حصوله على براءة الاختراع. ابتكار يمكن من خلاله قياس الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية وتتبع جميع الدراسات من مرحلة الاستكشاف والحفر وصولا للإنتاج، غير أن المشروع ظل حبيس هذا المرآب بسبب غياب التمويل اللازم. جاتني الفكرة وجسدتها على أمر الواقع، يعني درت فيها البحث وقدمته للسيد مدير الجامعة أنا ذاك أحمد بوطرفية، وتقبلوا ودرت الديبو تاعو في المعهد الجزائري للملكية الصناعية، وكانت المراسلة للمدير العام للمدير سوناطراك، وقبول يعني المديرية العامة تاع البحث العلمي، وحتى يعني مؤشرات إيجابية للصناعات العسكرية كانت راح تتدخل فيما بعد في إنجازها. لكن للأسف مركز البحث والتطوير لسوناطراك لم يتفاعل. تعثر وضع بعض الابتكارات قيد التنفيذ لم يمنع مسؤولي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من مواصلة العمل، حيث تلقت أكثر من 1000 طالب تسجيل لبراءة اختراع خلال سنة 2022 فقط، وتحرص على مرافقة المبتكرين بكل الإمكانيات المتاحة. احنا نضمن دورات تكوينية بالنسبة إلى حاملي المشاريع الابتكارية من ناحية البحث في المعلومة التقنية بالنسبة إلى براءة الاختراع، وكذلك تحرير طلبات براءة الاختراع، وكذلك ننشط دورات تكوينية على شكل أبواب مفتوحة على الملكية الصناعية. إطارات المعهد راهم في تنقل مستمر ودائم ومكثف على مستوى نقدر نقول الجامعات الجزائرية. ويرى متابعون أن ارتفاع عدد براءات الاختراع في الجزائر يجب أن تصاحبه استراتيجية أكثر وضوحا لربط المبتكرين بالمؤسسات الممولة وضمان مشاركتهم الدائمة في المعارض الوطنية والدولية لتجسيد هذه المشاريع. تقول الحكومة الجزائرية إن تشجيع الابتكار أولوية في المرحلة المقبلة، وتسعى إلى تحويل ما يقارب 10,000 فكرة مشروع مبتكر في الجامعات إلى مؤسسات ناشئة، خصوصا بعد دخول قانون المقاول الذاتي حيز التنفيذ. محمد برغل، الحرة، الجزائر.